مرحبا، انا اوجن بالي من اعزب.com، وبهذا الفيديو رح نتعلم واحدة من الاغاني التراثية اللي اسمها هي يا ابو لاحة، واللي هي على مقام البيات. وبهذا الفيديو رح ناخدها من درجة الري. هلا في البداية بنستعرض مقام البيات على درجة الري مع بعض، واللي هو رح يكون بهذا الشكل. نعيد بسرعة ابطا. ري مينوس بمول، فا سول، لا سي بمول، دو ري، وبنرجع بمقام. تمام. الأغنية هاي عبارة عن جملة واحدة، واللي هي راح تكون بهذا الشكل. هذا الجزء الأول، نعيده كمان مرة. بصورة أبطأ. والسولفيج تبعه راح يكون سول 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 ري ري سول سول ري سول لا سول فا مي فا مي ري مي. بنتابع. نعيده بصورة أبطأ. والسولفيج تبعه راح يكون فا فا سول مي 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 فا فا مي ري دو دو فا مي فا سول ري ري. بنعيدها كلياتها مرة واحدة، راح تكون بهذا الشكل. وبهيك بنكون تعلمنا أغنية هي يا أبو لاحة على مقام البيات، واللي بهذا الفيديو أخذناها من درجة الري.